السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ جريد فور. يا رب كلكم تكونوا بخير. اخدنا مع بعض في الساينس لسون فور. النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعضنا لسون فايف. لسون فايف وهو اخر لسون موجود عندي في كونسبت 3.2. يلا ناخده بسرعة نشوف هو بيتكلم عن ايه علشان نبدأ على طول في كونسبت 3.3. هعمل لكم ان شاء الله فيديو على مراجعة الكونسبت اللي فات كله على بعضه علشان ما عندناش وقت ان احنا نعمل اسئلة على كل لسون. هنعمل فيديو مجمع لأهم الأسئلة على concept 3.2 كله. يلا بينا. lesson 5 بيقول conserving fossil fuels. يعني ايه؟ يعني ازاي انا اعمل توفير او احافظ على الفوسيل fuels بتاعتي. قال لي لو انت معاك كتاب المعاصر اللي احنا بنشرح بيه منه دلوقتي، فبيقول لي انا عندي صورتين، الصورتين هما الاثنين بيستخدموا سورس مصدر من الفوسيل فيولز. قال لي از فوسيل فيولز يوزد تو كوك فود. هل الفوسيل فيولز بيستخدم في الكوك الفود؟ يس اور نو. اكيد كل جريد 4 بيقولوا يس. ليه يا مس؟ علشان احنا قلنا الفوسيل فيولز دول هم عباره عن الكول، هم عباره عن الناتشورال جاز، هم عباره عن البتروليوم. هل انا مستخدم واحد فيهم؟ يس، انا مستخدم الناتشورال جاز عندي في الكوكينج. طب في الصوره الناحيه الثانيه انا عندي الكتريك. ايه ده؟ هي الالكتريك بتستخدم الفوسيل فيولز؟ الالكتريك بتستخدم الفوسيل فيولز، وقلنا ان احنا بنودي او بنجيب الكول الفحم او الناتشورال جاز او البتروليوم وبنوديه في الالكتريك باور ستيشن، محطات توليد الكهرباء، وبنستخلص او بنعمل منه جنريت وبنولد منه كهرباء. فبيقول لي از فوسيل فيول يوزد تو جنريت الكتريسيتي تو لايت هومز. هل انا بستخدم الفوسيل فيول علشان اعمل منها او اولد منها كهرباء لاضاءة المنازل؟ طبعا يس. طبعا الجزئية دي زي ما متعودين من كتاب المعاصر دايما بيجيب لنا جزء كامل من اللسون اللي فات علشان يعمل ريفريش لدماغك. قال لي من الدرس اللي فات انت لازم تكون عرفت كذا حاجة. اول حاجة قال لي fossil fuels burn to generate electricity. انا لازم اعرف ان الفوسيل فيولز بيتحرق علشان احصل منه على كهرباء. فين يا جريد 4؟ فين؟ في الالكتريك باور ستيشن، في محطات توليد الكهرباء. قال لي ذات لايت اور هومز، ده دي اللي بتعمل او بتنور بيوتنا. سو وي شود كونسيرف ذيس از type of fuel، وعلشان كده احنا لازم نحافظ على النوع ده من الطاقة. قال لي لازم، الجملة دي مهمة جدا معايا. ايه هي يا مس؟ قال لي there is a limited amount، انا عندي كمية limited. limited؟ limited يعني ايه؟ يعني محدودة. انا عندي كمية محدودة يعني قليلة يعني بسيطة. من ايه؟ من الفوسيل فيولز. وايه هو؟ اللي هم الكول والناتشورال جاز والبتروليوم. عندي منهم كمية صغيرة جدا 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 في الارض، متاحة عندي او available، متاحة عندي فين؟ في الارث. طب كويس جدا، اول معلومة او معلومة مهمة عندي لازم اكون عارفها. قال لي كمان الفوسيل فيولز ده are formed، لا دي عارفينها يا مس، ان هو بيتشكل over millions of years، ده بياخد ملايين السنين علشان يتشكل. كويس اوكي. قال لي this is mean، ده بيعني لك ايه؟ قال لي what we use، احنا لما بنستخدمه cannot be replaced as quickly as it's consumed، احنا ما بنقدرش نرجعه بسهولة او بسرعة زي ما احنا بنستهلكه. انت بتجيب عندك مثلا الناس اللي شغالين عندهم بالناتشورال جاز وعندهم الانبوبة، كلنا اكيد عارفين الانبوبة او الناتشورال جاز اللي جاي عندك في المواسير زي بتاعت المية، انت بتستهلكه على طول. انت الشوية اللي انت استهلكتهم عملت بيهم كوكينج دول، دول متكونين over millions of years، عبر ملايين السنين. انت تقدر تعمل لهم ريبليس كويكلي،
تستبدلهم بسرعة؟ لا طبعا، ده علشان يوصلوا لك ده أخذوا ملايين السنين، فلازم لازم لازم أعمل له conservation أو أحافظ عليه. قال لي كمان الفوسيل فيولز دول ده are considered non-renewable، ودي معلومة خطيرة لازم أكون عارفها. لازم كل أنواع الفوسيل فيولز non-renewable، natural resources، مصدر غير متجدد. وعرفنا هو ليه هو غير متجدد او ليه هو non renewable، ليه؟ علشان انا مجرد ما بستخدمه we use cannot be replaced as quickly as it's consumed، انا مجرد ان انا بستهلكه هو بيخلص. قال لي كمان that will run out، كلمة لازم أكون عارفها great for run out. run out معناها يستهلك أو يخلص from the earth if consumption is not rationalized، يعني مجرد إن أنا أستهلكه في حاجة غير عقلانية، يعني أستهلكه كده على الفاضي من غير حساب، ده هيؤدي إلى إنه يخلص بسرعة عندي في البيئة. طب كويس يا مس، ايه بقى الحلول؟ ازاي انا احافظ عليه؟ قال لي تعالوا نشوف بقى ازاي انا اعمل له conserving او ازاي انا احافظ عليه. قال لي اول حاجة انت ممكن تعملها انك تعمل walking or using bicycles instead of driving a car. instead of معناها بدلا من، انك انت تمشي لمدرستك او تستخدم العجلة بتاعتك بدل ما تركب السيارة لو ده متاح ليك او ده تقدر تعمله، انك انت تمشي بدل ما تستخدم الكار. اكيد لما نستخدم الكار احنا هكذا هناخد natural gas، هنستهلك او نعمل consume للnatural gas. طب انا عايز اوفره، لو انا اقدر امشي walking او اقدر استعمل البايسكلز بتاعتي انا اعمل كده. طب ايه نمبر 2؟ اللي turning off، اطفي اللايتس عندك في البيت when you are not the room، لو انت مش موجود عندك في الاوضه بتاعتك اطفيها، مش سايب الانوار بتاعت الشقه كلها مولعه وماما تقعد تنادي عليك اطفي النور اطفي النور وانت مش راضي تعمل turning off لللايت. نمبر 3، اللي replacing الفوسيل فيولز with renewable energy resources، استبدل الفوسيل فيولز دي بحاجه renewable. طب زي ايه؟ جاي زي حاجات كتير، اللي زي السولار سيل او السولار انرجي اللي جايه من الشمس، زي الهايدرو الكتريك انرجي ودي هناخدها، او الطاقه الكهرومائيه الطاقه الكهربائيه اللي جايه من حركه المياه وهناخدها في الدروس اللي جايه، اللي كمان الويند انرجي طاقه الرياح، كلهم دول رينيوبل، كلهم دول مش بيخلصوا ان شاء الله، موجودين، المياه موجوده، الويند الرياح موجوده، الصن موجوده، فده هيوفر لك عندك كتير جدا في النون رينيوبل او الريسورسز اللي مش اللي بتخلص او اللي مش موجوده او اللي مش متجدده عندي في البيئه. قال لي طب ايه الديس ادفانتجز اوف يوزنج الفوسيل فيول ان انرجي برودكشن، ايه هي عيوب بقى؟ ودي من الحاجات المهمه اللي لازم كلكم تكونوا عارفينها جريد 4، ايه هي عيوب وعكسها مميزات، ايه هي كلمه مميزات؟ احوش الدي اي اس وتبقى كلمه ادفانتجز تبقى معناها مميزات. طب ايه العيوب بقى ان انا استخدم الفوسيل ده؟ قال لي لا ده حاجه خطيره جدا. ايه؟ قال لي كلنا عارفين ان انا لما بعمل بيرنينج للكول مثلا، اكيد كلنا شفنا كول بيحصل له عمليه بيرنينج لما ماما بتعمل لي باربيكيو او ماما بتعمل لي حفله شواء، بشوف فيه سموك دخانه كبيره. الدخانه دي بتعمل ايه؟ قال لي لا ده الدخانه دي بتعمل لي اير بوليوشن، بتلوث لي الهواء. يبقى قال لي ذا اماونت، الكميه اوف فوسيل فيولز از ليميتد اند كود ران اوت، ولا وممكن تخلص في اي لحظه. قال لي when some form of fossil fuels burn، لما عندي بعض من الفوسيل فيولز ده بيتحرق زي الكول، زي ايمت، هي بتبعث او بتشع او بتخرج جازس غازات اللي هي السموك الدخانه، وده بيعمل ايه؟ اللي بيعمل اير بوليوشن، بيلوث الهواء. انت لو في دخانه جت عندك او انت ماشي مثلا جنب محل كباب
والايد دخانه كتير بتعمل ايه؟ بتقعد تكح وعينك بتوجعك، صحيح ولا لا؟ يا مس صحيح، ده عباره عن اير بوليوشن، تلوث للهواء. كمان بتعمل لي حاجه خطيره جدا. حاجه خطيره؟ طب اسمها ايه؟ قال لي اسمها جلوبال وارمنج. قولوا معايا جلوبال وارمنج. جلوبال وارمنج معناه باللغه العربيه الاحتباس الحراري. احنا خدنا مع بعضينا الجلوبال وارمنج لو انتوا فاكرين في لسون 4، فاللي حابب يرجع لها يرجع لها. طب كمان يا مس، طب معلش يا مس قولي شويه منها. ماشي، انتوا شايفين ايه؟ شايفين يعني الايرث اهي، احنا اهو عمالين نجري، وايه اللي حوالينا؟ دي حراره كتير، هيت كتير، ده احنا مولعين خالص في الحراره دي او في الهيت دي. شايفين هنا دي احنا بقى الايرث، والشمس عماله تضحك علينا، والدرجه الحراره بتاعتنا يعني مرتفعه جدا، وعمالين نقيسها بالترموميتر او بالثرموميتر بتاعنا، ودرجه الحراره نار كده كتيره كبيره جدا. طب ايه اللي عمل كده؟ اللي عمل كده ان احنا عمالين نستخدم او نحرق الفوسيل فيولز دي، وبتعمل لي سموك او بتعمل لي دخانه او بتعمل لي جازز، والجازز دي بتعمل لي اير بوليوشن، وبتعمل لي جلوبال وارمنج. طب مس ايه برضو الجلوبال وارمنج؟ قال لي الجلوبال وارمنج هي عباره عن تراب هيت، هي احتباس الحراره جوه الارض ان ذا اتموسفير، في الطبقه بتاعه الهواء اللي احنا بنتنفسه. قال لي طب وايه المشكله؟ قال لي لا دي مشكله. قال لي ايه المشكله؟ قال لي ده بتعمل رايز ذا تمبريتشر، ده بترفع درجه حراره الارض، الارض كوكب الارض، اند تشينج اتس كلايمت، وبتغير كمان في المناخ. يبقى الفينومينا بتاعه الجلوبال وارمنج هي عباره عن تراب الهيت، عباره عن احتباس للحراره جوه الارض في الاتموسفير، وبتعمل على ارتفاع درجه الحراره التمبريتشر اوف ذا ايرث بلانيت اند تشينج اتس كلايمت. كله ده من اللي عمله؟ ده الفوسيل فيولز بيرن، احتراق الفوسيل فيولز. قال لي طب ماشي اوكي، يبقى الديس ادفانتجز العيوبه بيعمل اير بوليوشن، بيعمل جلوبال وارمنج. حلو خالص، تعالوا بينا نكمل. قال لي لاحظ بقى ان استخدام الرينيوبل انرجي ريسورس انستيد اوف فوسيل فيولز مين؟ استخدام الحاجات اللي زي الويند، الرياح، زي السولار سان، السولار انرجي، كلهم بيعملوا لي ايه بدل الفوسيل فيولز؟ قال لي هم عباره عن رينيوبل. يعني ايه رينيوبل؟ يعني متجددين. برضو مش فاهم، يعني هم ما بيخلصوش، هما دايما معايا، دايما عندي ويند رياح، دايما عندي صن، دايما عندي ووتر، ان شاء الله مش بيخلصوا. قال لي will not run out، عمرهم ما بينفدوا او بيخلصوا. So this is will not causes and increases in the earth temperature. ده حلوين، ده جمال جدا، عمرهم ما يعملوا ارتفاع في درجة الحرارة، ولا هيعملوا لي air pollution. هم clean source، هم مصادر نظيفة. طب ما لهمش اي disadvantages، ما لهمش اي عيوب؟ قال لي لا، ليهم عيب واحد. ايه هم؟ يعني حرام، هم غاليين جدا، هم expensive. يعني ايه expensive؟ يعني استخدامهم غالي. expensive يعني غالي. الريسورسز دي is more expensive than using fossil fuels. علشان استخدمهم لازم يكون عندي machines، لازم يكون عندي solar panels، اللوحات المعدنية دي، لازم يكون عندي wind mill، طواحين الهواء، ودي غالية جدا جدا. هما clean، بيدوني انرجي نظيفة، هما نان رينيوبل، عمرهم ما بيخلصوا، بس في نفس الوقت هما اكسبنسيف، ودي الديس ادفانتجز الوحيدة بتاعتهم. طب يلا بينا نشيل صورة الارض دي اللي حرام تعبت من الجلوبال وارمنج، ونشوف اسئلتنا. بيقول لي ايه اول سؤال؟ يلا بينا. The amount of fossil fuel on earth plant is unlimited. خدوا بالكم unlimited، غير محدودة. unlimited يعني غير محدودة، وlimited لا، limited محدودة. طب ايه رأيكم الكمية ايه؟ كمية الفوسيل فيول؟ لا يا مس، ده كمية الفوسيل فيول محدودة جدا، كمية صغيرة جدا. number 2 producing energy from renewable resources، renewable يعني زي الويند والصن، is less expensive، أقل تكلفة
أو رخيصة مثلا than producing energy from fossil؟ لا طبعا. It's more. It's more expensive. Number three. Using a car instead of bicycle is one way to conserve fossil fuel. إنك أنت تستخدم الكار بدلا من البايسكل، ده بيوفر لك في الفصل؟ لا طبعا. أما ليه؟ ده العكس، إننا استخدم البايسكلز بدل من الكار. Number four. The gases emitted by the burning of fossil fuel pollute the environment. طبعا أكيد هي بتلوث الـ environment، البيئة بتاعها. Activity 14 بيقول لي عندي كذا نوع من أنواع renewable energy resource و non-renewable energy resource، وبيقول لي قل لي مين هنا ومين هنا. يلا ناخد أول واحد، الكراكول. الكراكول ده نوع من أنواع الفحم، بس نوع من أنواع الفحم اللي بيتصنع، يعني الإنسان بيعمله. طب ده إيه؟ ده قلنا لو أنتوا فاكرين من البايو فيول. طب والبايو فيول رينيوبل ولا نون رينيوبل؟ لا طبعا، البايو فيول رينيوبل. ليه رينيوبل؟ لانه موجود. بيتصنع من ايه؟ طب ايه رايكم الكراكول ده بيتصنع من ايه؟ ده بيتصنع من الجراس، العشب، بيتصنع من الوود، بيتصنع من الكورن، من الذره. طب الجازولين؟ لا، الجازولين ده زي الكول، نون رينيوبل. طب الاويل برضو ده بتروليوم، نون رينيوبل. السولار انرجي؟ لا، السولار انرجي موجوده عندي دايما فرينيوبل. الناتشرال جاز؟ لا، الناتشرال جاز نون رينيوبل. الويند رينيوبل موجوده دايما. الوود، الخشب، برضو الخشب رينيوبل. اوكي، وهو كاتب لي عندي الوود رينيوبل، واكيد لو كان عندي الويند اهو كمان عندي الويند فهي رينيوبل. اما الكول والكيروسين او الاويل او الجازولين او الناتشورال جاز، كله ده ايه؟ نون رينيوبل، كلهم دول فوسيل فيول. اوكي، جريد 4. طب تشيك يور اندرستاند، بيقول لي جفريزم ووتر از كونسيدرد از رينيوبل انرجي. اي حاجه في الامتحان يجي يقول لك عليها ليه هي رينيوبل، هي اجابه واحده، علشان مش بتخلص. Because it not run out if consumption. Cool is considered as non-renewable. برضو لو جه قال لك للكول non-renewable، علشان هو بيخلص لو استخدمناه. Because it run out، بينفد أو بيخلص if consumption. وبكده grade 4 نكون خلصنا. آخر لسن عندي لسن 5 concept 3.2. استنوني في مراجعة على الكونسبت ده كله، وكمان هنزل لكم كذا درس من الكونسبت 3.3. مع السلامة، باي باي.